تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية إنهاء استعداداتها لإطلاق المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من الخميس 7 سبتمبر تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد. استعدت وزارة الداخلية لإطلاق المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تأتي تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40%. وتأتي هذه المرحلة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها المراحل السابقة من المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. واستناداً إلى هذه النجاحات، فقد شهدت المرحلة زيادة كبيرة في أعداد الكيانات التي حرصت على المشاركة فيها من أصحاب المصانع وكبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية والمكتبات الكبرى، تمهيداً لإطلاقها في 7 من الشهر الجاري، حيث تم عقد اجتماعات معهم أعربوا خلالها عن تقديرهم للمبادرة ودعمهم لها. حاجة جميلة أن كل سنة بنشوف زيادة بشكل كويس قوي وإقبال، وبنحس بدورنا ودور الوزارة في خدمة أهالينا. الأدوات المكتبية هو الموسم الحالي بتاعها، عشان كده احنا عاملين خصومات هتوصل ل 40%. الخصومات ديت هتحس بيها كمستهلك، لأن احنا في المبادرة بنشتغل من المصنع لمنافذ التوزيع الخاصة بالمبادرة على طول. بنشارك بكل المنتجات اللي موجودة عندنا، الأدوات المدرسية كلها من أول الحاجات المستوردة لغاية الحاجات التصنيع المحلي. بنطرح جميع أنواع الملابس بتخفيضات تتراوح ما بين 30% و40% في هذا الموسم، بدعم من وزارة الداخلية ومجهوداتهم اللي هم برضو بيبذلوها معانا. هنشارك في باك تو سكول سيزن خصومات تصل لحد 40%، وكمان في حاجات بتسهل على عميل الدفع، ممكن تصل 6 شهور بدون فوائد، فدي برضو حاجه بتسهل قوي. موجودين مع المبادره عشان ندعم بيها المواطن في خلال دخله على سيزون المدارس طبعا، فاستهلاك الجبن بيبقى عالي، وده منتج رئيسي طبعا موجود معانا في الفتره دي. الفكره بتاعت المبادره ان احنا بندي المنتج بتسعر التكلفه للمبادره دايركت على طول، لا احنا بناخد هامش ربح ولا السلسله بتاخد هامش ربح. نحب نتوجه بالشكر لكافه الساده المسؤولين على راسهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هو أتاح لنا الفرصة دي للمشاركة في المبادرة دي. عقب الاتفاق على إطلاق المبادرة، تسابقت خطوط الإنتاج نحو تجهيز منتجاتها من السلع الغذائية وغير الغذائية تمهيداً لطرحها في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلنة عبر 1513 منفذاً على مستوى الجمهورية و6 معارض رئيسية و37 معرضاً فرعياً، إضافة إلى القوافل المتحركة وفي مقدمة المنتجات المستلزمات المدرسية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مع بداية عام دراسي جديد. وهذه المنافذ موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. النهاردة موجودين لإعلان مشاركتنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. نشارك في المبادرة دي بمنتج فيكتوريا اللي هينزل في الشوادر والمعارض المخصصة للمبادرة. المبادرة دي مستمرة وإحنا مشاركين فيها من أكتر من سنة عشان نوفر البقوليات والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة في مجموعة السلاسل والتوكيلات وجميع الأماكن اللي بتوفرها للمواطن المصري. بنعرض منتجاتنا اللي معروفة في السوق المصري والسوق الإفريقي بأعلى جودة، إحنا بنعرضها بأقل هامش ربح وأسعار تناسب الجميع. يا بلادي روحي في داليكي، أقدم حضارات كانت فيكي. كل هذه التجهيزات لإطلاق المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد تؤكد أنها مرحلة استثنائية ستشهد الكثير من التخفيضات في ظل المشاركة الضخمة من المصانع والتجار والمكتبات والسلاسل التجارية لتحقيق الوفرة في المعروض، وهو ما يؤكد على أن وزارة الداخلية تسعى دائما نحو دعم الأسر المصرية في كل المناسبات وتلبية احتياجاتها بأقل تكلفة ممكنة.
انطلاقة جديدة لمرحلة أخرى من مراحل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تتزامن مع بداية عام دراسي جديد، وتهدف وزارة الداخلية من ورائها إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، وكذا المستلزمات المدرسية وبجودة عالية في مختلف محافظات الجمهورية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.